هذه الساعة ولا زالت عدد من الإشكاليات وعدد من التساؤلات خاصة بعد كوفيد 19. فالحال خلال هذا الدرس الافتتاحي أثرنا الإشكاليات التي طرحت على مدى التاريخ لتطور العلاقة ما بين الحق التنمية وحقوق الإنسان. الوقت كانت من الوقت كانت بأنها تعتمد النمو يعتمد على البعد الاقتصادي والاقتصاداوي المختزل فقط في الاقتصاد، وحقوق الإنسان الذي كان يختزل فقط في المعايير. عرضنا المجهودات ديال الاجتهادات التي عملت على بناء العلاقة النظيفة مع الحق في التنمية والحق في واحترام حقوق الإنسان، وأصبحنا اليوم نتكلم عن الحق في التنمية الدامجة لحقوق الإنسان، وأصبحنا اليوم أكثر نتكلم على بناء عمليات سياسات عمومية مبنية على حقوق الإنسان. إذن كان هذه العناصر التي عرضناها خلال هذا الدرس الافتتاحي. بطبيعة الحال كذلك أثرنا ثلاثة تحديات هامة في هذه المقاربة اليوم نعيشها، والتي جددت وتجدد إشكاليات للانتباه عليها من طرف الباحثين في مجال حقوق الإنسان والتنمية، وهي التحدي ديال التحولات المناخية وعلاقتها بضمان الحق في التنمية الشاملة والبشرية واحترام حقوق الإنسان، والتحدي الثاني المشاركة المواطنة في بناء الثروة والاستفادة منها، خاصة نعرف بأن اليوم المشاركة تقاس في العالم الافتراضي أكثر منه في العالم الميداني والواقعي. والتحدي الثالث هي كيف سيتم مواجهة الأزمات بما فيها الأزمة التي نعيشها كوفيد 19، والتي فرضت على المجتمع وعلى العالم إعادة النظر في نموذج الذي كان مسلم به، كذلك في إعادة ترتيب الأولويات ديال التنمية. فكانت هذه بعض الأفكار والعناصر الهامة للدرس الافتتاحي اليوم في جامعة الملك إسماعيل. ضمن قصد جامعة الملك إسماعيل يوم جمعة 12 نوفمبر 2021 ندوة علمية هامة افتتحت بها الموسم الجامعي 2020، ندوة همت حق الإنسان ألا وهو الحق التنمية. وهنا نتكلم عن التنمية الشاملة، هنا يمكن نتكلم عن النمو، نتكلم عن الحق في الصحة، حق في التعليم، حق في إلى غير ذلك، في الأمن إلى غير ذلك. فالحق في التنمية بما في ذلك المرتكزات والرهانات والتحديات. هذه الندوة الهامة الذي يتكلم أو الذي له صلاحية التكلم أو متابعة حق الإنسان على الصعيد الوطني هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن خلال ذلك استدعينا السيدة أمينة مرياش مشكورة على المثل التي قدمتها بشكل جامد فيما يخص التنمية، الحق في التنمية. وموازاة مع هذه الندوة الهامة كان لنا توقيع شراكة بين جامعة ملك إسماعيل واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس على غرار ما تم توقيعه بين الوزارة الوطنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. الأهم أو المرتكزات في هذه الاتفاقية هو العمل في ميادين البحث العلمي والأكاديمي، وترسيخ مادة حقوق الإنسان من بين المواد التي ستدرس داخل الجامعة، وذلك لإعطاء الفرصة لكل المكونات منها الطلبة أن يطلعوا على ما هو حقوق الإنسان. هناك دائما من فروض أن تكون هنا علاقة يعني جد وطيدة وجسور تواصلية بين الفاعل السياسي ورجل العلم، يعني لا يمكن سن سياسات عمومية ناجعة بدون الرجوع إلى دراسات علمية دقيقة تشخص مكامن الضعف وتقدم البدائل العلمية المرتبطة بذلك. وبالتالي المملكة المغربية والحمد لله
تزخر بمعاهد البحث العلمي وتزخر كذلك بجامعات، ومخرجات الموجودة في هذه الإطارية متعددة. هناك بحوث نوعية التي تقدم بدائل ومقترحات، وبالفعل لمسنا في الآونة الأخيرة بأنه السياسة العمومية الوطنية يعني أصبحت تعتمد بشكل كبير على مخرجات الدراسات العلمية، ولا أدلة على ذلك النموذج التنموي الجديد الذي تقدمته اللجنة يعني اعتمدت بشكل كبير جدا على أبحاث علمية المرتبطة بهذا المجال التنموي.